سعدت جدا بلقائهم والأسئلة الصعبة اللي طرحوها علينا اليوم. هو طبعا واضح ان عندهم ادراك رائع للقضايا الاقليميه، وده شيء يشرفنا جدا، وواضح ان الجامعه قائمه بالدور العظيم. يعني تشرفت جامعة الدفاع للدراسات العسكرية بحضور سعادة سفير جمهورية مصر العربية لإلقاء محاضرة على دارسي دورة الدفاع الوطني الرقم 25 بعنوان دور جمهورية مصر العربية في استقرار وأمن المنطقة وتحقيق الأمن الوطني العراقي. حقيقة سعادة السفير كان سعيد في حضوره في الجامعة، وأبدى رغبته للتعاون بين الجانبين، بالجانب الأكاديمي طبعا، نتكلم عن الجانب الأكاديمي. طرق السفير إلى مواضيع مهمة، دور الجمهورية مصر العربية في الأبعاد العسكرية والاقتصادية والسياسية والثقافية وكل الأبعاد الأمنية، ومدى التعاون العراق في تحقيق الأمن الوطني، وأبدى رغبته في أنه استمرار التعاون لجمهورية مصر العربية مع العراق في كافة الجوانب لإدامة العلاقات وتحقيق الأمن في المنطقة. تطرق سعادة السفير إلى عدة محاور، هذه المحاور إلى كيفية تطوير قدرات مصر في الجانب العسكري وفي الجانب السياسي وفي الجانب الاقتصادي، لما له انعكاس على تحقيق توازن في المنطقة وبالتالي تأمين استقرار هذه المنطقة. وأيضا كان محور مهم العلاقات العراقية المصرية، كان لها دور إيجابي في هذا الموضوع، وبالتالي اتطرق سعادة السفير والعلاقات في الجانب العسكري وفي الجانب الاقتصادي.